أولا نتكلم على اللقاء الأخير. الهزيمة، أي فريق متعرض على الهزيمة؟ الهزيمة يعني ما غاضتناش قد ما غاضنا الشيء اللي صار قبل اللقاء. حدثت أمور يعني اللي صرحت بها الإدارة وصرح بها المدرب، الشيء اللي صار في الأوتيل اللي تقدر تقول 70% ما خلاش اللاعبين يكونسونتريو على اللقاء. هذا هو الشيء اللي انا شخصيا انا كمناصر ونحب النادي هذا الشيء ما تقبلتوش. خاطركش التسريحات اللي شفناها من عند اللاعبين بعد اللقاء والتسريحات تاع المدرب والتسريحات تاع الاداره يعني ماهمش منطابقين على بعضهم. سما هذا هو الشيء اللي ما قبلناش احنا تاع الهزيمه هذه، بانه الفريق المنافس ما كانش يعني فريق يعني اللي يستاهل يفوز على نادي وفاق سطيف 100%. يعني ما كانش يعني كيما نقولوا احنا فريق قوي ودار لقاء قوي ودار فوق عده فرص. ما يخفالكش انه وفاق سطيف في الشوط الاول كان قادر يسجل، في الشوط الاول كان قادر يسجل. التسريحات اللي قامت بها الاداره ضد اللاعبين، اول شيء انه الاداره نورمالمون ما تقومش بتسريحات كيما هذه، وخاصه ما تمدهاش للراي العام. نعطيك على سبيل المثال، على ثم تجبدوا الكونترا تاع اللاعب اكرم جحنيط، وانا باغي نقول انا لاعب اكرم جحنيط مو حبيبي مو صديقي، يعني هو ابن المدينه ابن الفريق وعطى للفريق بزاف ما ننكروش خيره، يعني مد للفريق دار معه حصل معه تتويجات كثيره، يعني صاحب اكبر القاب في اللاعبين. وشني يعني تشوف حاجه مؤسفه، تشوف اداره يعني بات تجبد كونترا تاع جوار ودير ديكلاراسيون تقول له ما وصالير تاعو وقداه تقاضى في موسم. اعطاه ربي اللاعب هذا، اللاعب هذا اعطاه ربي وخدم ومن حقه يدوموندي سواردو، من حقه يسني ب 300 مليون وانتم اللي سنيتوا له الكونترا. وهي من ناحيه يعني على ما اظن يعني حسب عندي المعلومات وحسب شوي اجتهاد كما يقولوا، ماناش حنا دي بروفيسيونال رانا شباب ورانا مازلنا نتعلموا. حسب المعلومات اللي عندي هي قانونيا يعني ما عندوش الحق به الاداره تخرج الوثائق. مطلب تاع الانصار تاع رحيل الاداره، اول شيء احنا دوكا في شهر اوت الفارط درنا ندوه صحفيه في مقر النادي وطلبنا رحيل الإدارة، ولحد الآن لحد الساعة احنا رانا دائما مع رحيل الإدارة في أقرب وقت. في أقرب وقت الإدارة هذه لازم ترحل. سوء التسيير أنا نشوف فيها يعني سوء التسيير، المشكل اللي رو في المكتب المشكل. لا لا أنا ما تقول ليش مشكل مادي، شوف يا اخي على العام الاول ما كانش مشكل مادي، كانوا لي جوار يديو لا بريم داو لي سالير تاعهم وسنا كاين مشكل مادي. ما فهمت احنا دوكا لحد الان انا ما نقولكش انا المشكل في رئيس المجلس اداره، ولا نقول لك المشكل في رئيس النادي الهاوي والبريمير ريسبونسابل في لونتون دو سيتيف سي ميسيو كمال لافي يا عبد الحكيم سرار. انا شخصيا انا نستعرف بالزوج هذو. الموسم اللي فات اكشت ضيعنا البطوله يعني والله يعني ما نقولكش ضيعناها، مديناها البطوله. هنا تقدر تدخل في سوء التسيير وتقدر تدخل في الوعود ثاني، وعود ثاني تاع اللاعبين، ثاني لاعب ما يتقاضاش 3 اشهر 4 اشهر 5 اشهر. راه كل لاعب وعنده بروجي عنده محتاج اموال، مادام جاي يلعب وجاي يخدم في نادي وفاق سطيف راهو يحتاج الاموال. ممكن هنا الاداره ما وفاتش ما وعدتش بالشيء اللي وفاته. سما هنا الاداره لازم تحمل مسؤوليتها. دخلنا لا سيزون جديده، بدينا لا سيزون، ليكيب راهي دور الحمد لله، مشات ليكيب راهي دور. ومن بعد في لحظه يعني يدخلوا لك مشاكل كيما هذو، لي سالير تاع لي جوار ما هزوهمش. من بعد يديروا الاداره هذه ديكلاراسيون تقول لك احنا ما عندناش الاموال لازم الدوله تعاودنا. معليش الدوله تعاونك، الدوله ترافقك كيما راهي ترافق كل الانديه الجزائريه. بصح شوف يا اخي نوليو نرجعوا للور، راك وجيتو قلتو ما نحتاجوش الدوله، نحتاجو دي بروجي. احنا الدوله ما تقدرش تعطيك لي بروجي، ما تقدرش امبوسيبل، سيرتو في المرحله اللي رانا فيها. وما قلتهاش انا، قالها رئيس الجمهوريه.
السيد رئيس الجمهورية، هو قال بأن الدولة راهي تعيش في مرحلة منقولوش صعبة، الحمد لله الدولة واقفة برجالها، وإنما راك تشوف يعني الوباء اللي بلانا بين الله عز وجل، راه العالم كومبليح. بس شوف يا أخي، أول شيء تكلمت أنا مع رئيس اللجنة السيد خليل عيدي على الأمر هذا، باه نشوفوا الرسالة تاعنا أول حاجة مع سيد ولي ولاية سطيف على قضية يعني على المشاكل هذه تاع نادي وفاق سطيف. شوف سيد ولي ولاية سطيف يعني ما عندناش احنا يعني الحمد لله يعني استقبلنا عندها حوالي 5 شهور ولا 6، يعني نشكره، رحبينا في الولاية، طرحنا له مشاكل النادي وكان معنا صريح يعني، ويعني ما عندناش مشكل معاه. احنا ان شاء الله غدوة ان شاء الله عندنا احتفال يعني يوم وطني 22 فيفري، بون ان شاء الله احنا ان شاء الله نيفيتيو لي دو جور لي تروا جور هذو ان شاء الله، بون ان شاء الله ان شاء الله راح تكون مراسلة رسمية لسيد ولي ولاية سطيف، ونستناو الرد تاع السيد الوالي، باسكو السيد الوالي هو المسؤول الاول على الولايه ويعتبر هو رئيس الجمهوريه في ولايه سطيف. شوف يا اخي، احنا ولي ولايه سطيف يعني والله يعني قالها لنا قلنا انا نحب نادي وفاق سطيف، وقلنا انا مناصر تاع وفاق سطيف، وجبد لنا تكلمنا على تاريخ نادي وفاق سطيف كانه يعني عايش في مدينه سطيف. على بالي يعني الوالي مش كيما نقولوا احنا مش راح يرفض الفكره هذه، ولي ولايه سطيف مش راح يرفضها، ومطلب تاع الشعب تاع الانصار يعني ان شاء الله مش راح يرفضوا، خاطرش يعني مطلب شعبي هذا تاع راح الاداره مش يعني راح يرفضوا، وانما كاين يعني اجراءات، كاين امور قانونيه، كاين اجراءات ان شاء الله، وان شاء الله احنا لازم يستجيب الشعب وسكان مدينه سطيف، يعني لان الوفاق يعني والله اصبح يعني في الاونه الاخيره هذه يعني شيء مؤسف 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 للغايه، يعني بالشيء اللي يصرى في نادي وفاق سطيف، يعني انا نقولها لك يعني بكل صراحه وبكل شفافيه، أسوأ اداره مرت على نادي وفاق سطيف من ناحيه التسييره، والله يعني شيء مؤسف. والله الامر هذا كانوا قادرين يجنبوه، كان قادر واحد، شوف يعني كان قادر واحد ما يسمع به، صرا مشكل كيما هذا، خلصتوا الماتش روحتوا من الجي دخلتوا لسطيف، كاين مقر نادي، كاين مكتب، تعيطوا للاعب هذا ولا تعيطوا للاعبين، تجمعوا معاهم، تتكلموا معاهم، تتحاوروا، شيء مؤسف يعني الخرجه اللي خرجتها بها الاداره، ما تشرفش نادي عريق كيما وفاق سطيف، ما تشرفوش. وانا واش نطلب من الدوله الجزائريه، من الدوله الجزائريه تشوف مع هذا النادي، نادي كبير، نادي رفع الرايه الوطنيه وما زال قادر يرفع الرايه الوطنيه، احنا نطلبوا من السلطات المحليه على مستوى ولايه سطيف، السيد ولي ولايه سطيف، نطلبوا ايضا من السيد وزير الشبيبه والرياضه، نطلبوا السيد الوزير الأول يتدخلوا في القضية هذه.